بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بقى يا جماعة النهاردة الليسون 4. الليسون 4 بيتكلم عن حاجة اسمها chemical and physical change أو physical and chemical change. What is the main topic, physical change أو chemical change؟ First، أول حاجة يا جماعة لازم نعرفها all the object around us، كل الأوبجكت اللي حوالينا are in continuous changes، في حالة تغير مستمرة، كلها تتغير. ولكن هذا التغير في الحاجات اللي حوالينا بنقدر نقسمها لتو تايبس، اللي هو فيزيكال أو كيميكال. نقسم هذا التغير إلى نوعين، كيميكال وفيزيكال. لو أنت بصيت around you في الغرفة بتاعتك، في البيت بتاعك، في مع أصحابك، هتجد إن كل الأوبجكت اللي حواليك دايماً في حالة تغير. التغير ده يا اما هنقسمه الى فيزيكال، هنقول يعني ايه، يا اما هنقسمه الى كيميكال. يبقى كل التغير اللي بيحصل حوالينا هو نوع من اتنين، يا فيزيكال تشينج هنقول يعني ايه، يا اما كيميكال تشينج. هديك بمنتهى البساطه الاول اكزامبل. الراجل اداني اكزامبل، بيقول لي ايه، تعالى معلمك. قول يا سيدي، if you cut a paper into pieces، لو انت قطعت ورقه زي دي كده الى قطع صغيره، it is التشينج هنا يا جماعه في الشيب اونلي، في الشكل بس. يعني ايه في الشكل بس؟ يعني ما زال القطع الصغيره ما زالت ورق. ورق يعني ايه؟ لسه ورق، يعني اقدر ان انا اتعامل معاها كانها ورق. يعني التغير هنا في الشيب اونلي، فما دام تغير في الشيب بس اسميه فيزيكال. الفيزيكال باختصار يا جماعه هو التغير اللي اقدر ارجعه لاصله. يعني ايه؟ هل يا سيد ممكن ترجع لي الورق ده يبقى اصل تاني كتاب تاني؟ اقول لك ايوه. وعشان كده انا عايز اقول لك حاجه، الكراسه اللي سيادتك بترميها النهارده بتجي لك السنه اللي بعدها هي نفس الكراسه. ازاي يا سيد انا رميتها؟ قال لك اه انا رميتها، بس المصانع بتاخد هذه الكراسات او الورق القديم كله وتعمل له حاجه اسمها ريسايكلينج او اعاده تدوير. بتاخد الورق القديم وتدخله المصانع، يتخلط تاني ويتعجن تاني ويتظبط ويطلع كراسه جديده تيجي لك او تروح تشتريها السنه اللي بعدها. يبقى هنا مدى بقول عليه ايه، قدرت ارجع الكراسه مره تانيه سليمه، او الورق اللي انا قطعته قدرت ارجعه مره تانيه، بسمي هذا النوع من التغير فيزيكال. يبقى الفيزيكال تشينج باختصار شديد هو التغير اللي اقدر ارجعه تاني. طب اديك مثال تاني، هات قطعه ايس ماشي وسيبها شويه، هات ملت بقى ووتر ماشي، هل اقدر ارجعها ايس تاني؟ ايوه، احطها في الفريزر ترجع ايس. يبقى هنا حصل تغير في الشيب اونلي، لكن الاستراكشر او التركيب بتاع هذه الماده استيل زي ما هو، في حاله في نفس الايه، التركيب ما اتغيرش. طب لو انا الووتر ده سخنته بقى ووتر فيبر، بقى بخار، هل اقدر ارجع ووتر تاني؟ ايوه. ازاي؟ ما انا عارف الكوندنسيشن، وبرده معناها كده ان هذا التشينج تشينج في الشيب اونلي، يعني تغير في الشكل فقط دون ان يحدث تغير في التركيب بتاع الماده. بسمي هذا النوع من التغير فيزيكال، وهنقوله بالتفصيل دلوقتي. تعالى بقى الورقه اللي انا قطعتها، لا انا هاجي احرقها. لا 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 لا، ده انت لما حرقتها اتغيرت الشيب والاستراكشر كمان والتركيب. يعني الشيب اتغير والتركيب ايوه، ما عادتش ورقه خلاص، اصبحت دلوقتي مش ورقه، امال اصبحت ايه؟ اصبحت عباره عن فحم او ايش اللي هو كول او الايش اللي هو الرماد. فمعنى كده يا سير ان الفيزيكال تشينج اقدر ارجعه مره تانية لاصله، انما الكيميكال لما اتحرقت دي يا جماعه تغير في الشيب ايوه، وكمان الاستراكشر يعني التركيب بتاع الورق، ما عادش ورق بقى حاجه تانية. طب هل سؤال هساله لنفسي، هل اقدر ارجع الورق ده بعد ما اتحرق ارجع ورق سليم تاني، حتى اوديه المصانع، حتى اعمل فيه اي تغير؟ لان التركيب بتاع الورق ما عادش ورق خالص، اتغير. فبسمي هذا النوع من التغير كيميكال تشينج. يبقى باختصار
الكيميكال تشينج، تشينج في الشيب وفي الاستراكشر، في الشكل وفي التركيب. المادة ما عادتش زي الأول، اتغيرت تماما. لكن في الفيزيكال تشينج أقدر أرجعه لأصله، لأن التشينج التغير في ناحية يسير في الشيب فقط، الشيب بس اللي اتغير. زي بالظبط لما تيجي سيادتك تجيب مثلا ايه صلصال، الصلصال ده تقدر تعمل بيه اشكال وتهدها وتعمل اشكال جديده، يبقى ده تغير في الشيب اونلي. لكن في كل الاحوال عملت بيها طياره، عملت بيها مثلا حيوان، مثلا ارنب ولا فرخه ولا كل ده هو تغير في الشيب، لكن في كل الاحوال كلها زي ما ذات هي صلصال زي ما هي او الكلي، يبقى ده اسمه فيزيكال. يبقى الفيزيكال في الشيب اونلي، في الابيرنس، هقول كلمه ابيرنس دلوقتي. انما التغير الكيميكال تغير في الاستراكشر نفسه. لو انا جبت حته خشب وحرقتها بقت كول، بقت فحم، هل اقدر ارجعها مره تانية خشب؟ نو واي. ما دام ما قدرتش وتغير في الشيب وتغير في الاستراكشر تركيب الخشب، اسمي هذا النوع بالكيميكال تشينج. يبقى التغير نوعين يا جماعه، فيزيكال تشينج اند كيميكال تشينج. تمام، نبدا بقى ناخد اول نوع من انواع التغير. ما هو هذا النوع؟ اسمه فيزيكال. هبدا اخد نوع نوع من الاثنين دولت وادرس بقى ايه اللي فيهم بالظبط. هات كده يا سيدي اول نوع، قال لي اسمه فيزيكال تشينج. فيزيكال تغير فيزيائي، فيزيائي، وقلنا كلمه فيزيائي يعني تغير في الشيب بس. حتى نقول الديفينيشن بتاعه، وات از ديفينيشن، انا هقراها مره الاول وهنقوله مع بعض كم مره عشان ايه نفهمه. It is a change، هو تغير. It is a change، ما هو الكيميكال تشينج والفيزيكال تشينج الاثنين دولت تشينج، تغير. It is the change in the appearance. كلمه appearance اخذناها قبل كده بمعنى ظهور، هنا بمعنى مظهر، يعني شيب، هي هياها appearance او شيب. يبقى it is the change in the appearance، وكلمه appearance تغير في الشكل، في المظهر. It is the change in the appearance of matter، بتاع المادة. وزود، وزود يعني بدون. يبقى تغير في الشيب بس، تغير في الابيرنس بس، من غير، بدون. In a change، أي تغير in its structure، أي تغير في التركيب بتاعها، مستحيل. يبقى التغير في الشيب بس بدون أي تغير في الستركتشر، في التركيب. هقولها مرة تانية. It is the change in the appearance of matter without any change in its structure. و structure يعني التركيب، أو كلمة properties، وكلمة properties يعني الخواص. يبقى الخواص زي ما هي. يبقى أي مادة في الفيزيكال تشينج بيتغير في الشيب، بيتغير في الابيرنس، لكن البروبرتيز بتاعتها او الاستراكشر بتاعها doesn't change. يبقى change in the shape, in the appearance of matter, without any change, بدون اي تغير in its structure. تعال بقى بعد كده انا هعمل يبقى الفيزيكال تشينج كيب. زي ما قلنا في اسئله كتير هتيجي عليه، حتى هيقول لك جيف ريزون ليه الحاجه دي فيزيكال او ليه هي كيميكال، هنقول الديفينيشن. فمهم قوي يا جماعه حفظ التعريف. It is the change in the appearance of matter without any change in its structure. يبقى التركيب بتاعها ما بيتغيرش، فقط اللي بيتغير الشيب، الابيرنس، علشان كده بسميها physical change. طب انا بقى سين عايز اعرف بعض الاكزامبلز على هذا الفيزيكال، قول لي زي ايه كده عشان افهم. حاضر يا سيدي، هديك 6 اكزامبلز، وطبعا الست اكزامبلز دول كيب، ما فهمش كلام. نمبر 1، a change of water from one state to another، يعني
تغير الماء من حاله الى حاله. انا عندي الووتر يا جماعه عندها 3 ستيتس، في منها السوليد ستيت زي الايس، في منها الليكويد ستيت اللي هي الووتر، في منها جازوز ستيت اللي هي ووتر ايه فيبور. يبقى انا عندي الووتر فيها 3 ستيتس، لو حولت الووتر فروم وان ستيت تو انذر بسمي ده فيزيكال تشينج. الايس لو سيحته عملت له ميلتنج بقى ووتر، او الووتر عملت لها ايفابوريشن بقت ووتر فيبر، الووتر فيبر عملت له كوندنسيشن رجع ووتر، الووتر عملت له فريزنج بقى ايس. الحاجات دي كلها بسميها ووتر سايكل او ايس سايكل، وكلمة ايس سايكل يعني دورة التلج او دورة الماء. هقولها لك ازاي عشان تبقى عارفها كويس قوي. الصن لما تطلع الصن وتنزل على السيز او الاوشن البحار، تنزل اشعة الشمس تعمل ايه؟ تعمل ايفابوريشن للووتر. يبقى هنا ادي اول حاجة ايفابوريشن. الماء لما تطلع بخار الماء يطلع لفوق بيحصل له كوندنسيشن وتحول دروبلز اوف ووتر، نقط ميه في السماء اللي هي السحب، وممكن تتجمد وتبقى على شكل ايس في الاماكن يا جماعه اللي هي متجمده. الايس يحصل له ميلتنج ويحصل ينزل تاني، ينزل ووتر وينزل في البحر يتبخر مره تانيه، فبسميها سايكل. سايكل يعني دوره، تسمى دوره التلج او دوره الماء. وديت عباره عن ايه؟ عباره عن دوره الماء، تغير الماء من ستيت تو انذر، يبقى تشينج اوف ووتر، تشينج اوف ووتر او الايس فروم وان ستيت تو انذر، ده بسميه ذا ايس سايكل اللي هي دوره التلج. يبقى نمبر 1 في الاكزامبلز، وطبعا دو كيب كلهم كيب، نمبر 1 في الاكزامبلز اوف فيزيكال تشينج، نمبر 1 ذا تشينج اوف ووتر فروم وان ستيت تو انذر. A change of water from one state to another، يعني تحول الماء من حالة إلى حالة أخرى. يبقى أول example تمام، A change of water from one state to another. المية أي حالة من حالة المية 3، سواء كانت solid اللي هي الأيس لو تحول إلى liquid، أو الليكويد تحول إلى gaseous، أو العكس الجازوز liquid، أو الليكويد إلى solid، كل دي بسميها change of water from one state to another، وطبعا دي ضمن الفيزيكال تشينج. نمبر 2 melting. melting دي اي melting، اي melting اي حاجه يحصل لها انصهار هتبقى فيزيكال تشينج. طب اديني اكزامبل. حاضر، شوف الاول ايه؟ melting of any solid matter، melting of any solid matter، انصهار اي ماده سوليد، اي سوليد ماتر لو حصل لها ميلتنج بسميه فيزيكال. طب ازاي يا سيد؟ حاضر اقول لك ازاي. اول اكزامبل عندي الواكس، الشمع. الشمع ده يا جماعه بيسيح، بيسيح. خلي بالكم في فرق بين حاجتين، بيرنينج اوف واكس احتراق الشمع، لما سيادتك تولع شمعه كده الشمع عندك وتولعها الشمعه بتخلص لانها تتحرق، لكن ساعات الشمع بيسيح على الجنبين. ده اهو اللي بيسيح ده فيزيكال. في ناس بتجمع الشمع اللي ساح ده وتحط على بعضه تاني وتعمله شمعه جديد لانه ما اتحرقش، لان الشمع اللي حصل له ميلتنج هو تغير في الشيب اونلي، تغير في الابيرنس اونلي، وزود تشينج ان ستراكشر، ما تغيرش في الاستراكشر بتاع الشمع، يعني ستيل زي ما هو واكس ما تغيرش. هديك مثال تاني، الشوكليت. انا ساعات اروح اجيب شوكليت بار، اي قطعه شوكليت من المحل، وانساها في جيبي شويه احطها في ايديا وانا ماشي تسيح في ايديا. طب ده حصل له ايه؟ ده فيزيكال. ليه؟ ان اقدر اروح البيت احطها في الثلاجه تقعد لها ساعه ساعتين ثلاثه وترجع السوليد مره ثانيه. يبقى اللي حصل هنا تشينج في الشيب، تشينج في الابيرنس، لكن الشوكليت زي ما هو شوكليت. ده بلاش كده، هقول لك حاجه ثانيه. مامتك لما تيجي تعمل مثلا كيك بالشوكليت او تعمل تورته بالشوكليت، بتجيب الشوكليت وتحطه فيه ووتر بيز الحمام ميه كده لحد ما يسخن ويسيح،
وتبدا تصبه على التورتايه او على الكيك. ده ايه؟ ده عباره عن فيزيكال. واي؟ بيكوز الشوكليت هنا ستيل ما زال محتفظ بالبروبرتيز بتاعته، الطعم والشكل والرائحه وكل حاجه زي ما هي، بس كل اللي عملته حولته من حاله سوليد، قطعه سوليد شوكليت، الى قطعه ليكويد سائل. لكن البروبرتيز زي ما هي، الاستراكشر زي ما هي، اللي اتغير بس الشيب. اقول لك، هل حصل تغير في الشيب؟ تقول لي ايوه. هل تغير في الابيرنس؟ تقول لي ايوه. طب هل تغير في الاستراكشر؟ تقول لي نو، ما حصلش تغير في الاستراكشر. ليه؟ لان الستيل حافظ بكل قواسه زي ما هي، ما اتغيرتش. بسمي هذا النوع فيزيكال تشينج، يبقى عباره عن ميلتنج اوف اني سوليد ماتر such as wax الشمع، شوكليت الشوكليت، حتى الايس كريم لما يسيح منك تحطه في الثلاجه شويه رجع ايس كريم تاني. ده بسميه يا جماعه عباره عن physical change in the appearance without any change in its structure.